سائل من اليمن يقول: عندنا رجل يشهد شهادة الزور ومنافق وكذاب، ويجمع الناس في المسجد ويخطب يوم الجمعة، هل تجوز الصلاة خلفه؟ أخشى أن هذه اتهامات منك، أخشى أن هذه اتهامات منك. ما أظن إنسان مسلم يأم المسلمين ويصلي ويخطب الجمعة تكون عنده هذه الأمور، فربما أنك متوهم. وإذا أنك متأكد من هذه الأمور، هذه معاصي بلا شك، والمفترض في ومنها كبائر، والمفترض في الإمام أن يكون صالحا. فإذا وجدت غيره أحسن منه صلي معه، وإن لم تجد فلا تترك الجماعة ولا الجمعة، صلي معه مع المسلمين. نعم.